اهلا بيكم مشاهدينا مع فقرتنا الجويه. وبتتوقع هيئه الارصاد الجويه ان الطقس هيكون مائل للحراره على القاهره والوجه البحري، وهيكون معتدل على السواحل الشماليه. في جنوب سيناء هيكون حر مع رياح نشيطه، اما على شمال الصعيد فهيكون الطقس حر، وفي جنوب الصعيد هيبقى شديد الحراره. تعالوا دلوقتي مشاهدينا نتعرف على درجات الحراره، وهنبتديها كالعاده من محافظه القاهره، وبتسجل العظمى في القاهره 35 والصغرى بتسجل 22، الاسكندريه العظمى مشاهدينا بتسجل 32 والصغرى 20، مرسى مطروح العظمى بتسجل فيها 29 والصغرى 19، بورسعيد العظمى 31 والصغرى 24، اما دمياط فالعظمى 30 والصغرى 23، الاسماعيليه العظمى 35 والصغرى 21، السويس مشاهدينا العظمى بتسجل فيها 35 والصغرى 22، العريش العظمى 32 والصغرى 23، اما طابه فالعظمى 35 والصغرى 24، سانت كاترين العظمى 29 والصغرى 14، ودي اقل درجه معانا النهارده. شرم الشيخ مشاهدينا العظمى بتسجل فيها 34 اما الصغرى ف 26، الغردقه العظمى 36 والصغرى 24، الفيوم العظمى 35 والصغرى 21، بني سويف العظمى 35 والصغرى 21، المنيا مشاهدينا العظمى بتسجل فيها 36 والصغرى 20، اما اسيوط فالعظمى 36 والصغرى 22. نروح دلوقتي مشاهدينا لسوهاج، وبتسجل العظمى في سوهاج 37 والصغرى 22، اما قناف العظمى 39 والصغرى 23، الاقصر مشاهدينا العظمى 40 والصغرى 22، اما اسوان فالعظمى 41 ودي اعلى درجه معانا النهارده، اما الصغرى في اسوان فبتسجل 25، الوادي الجديد العظمى 37 والصغرى 24، واخيرا حلايب العظمى 34 والصغرى 25.